الشهية الشرائية، هل برأيك هي مردها لتكتيكات يعني مضاربية إلى حد ما، الضغط في الأسبوع الماضي على بعض الأسهم إلى حد ما يشجع في هذه المرحلة لأن تشير إلى ارتفاعات، وهل سنصل إلى ما أعلى من ال 7450؟ نعم، الارتفاع بالسوق ما بيرجع بس لمضاربة، بيرجع لسيولة لسه عم تدخل على السوق. في عدة أسباب لصعود السوق، لاستمرار صعوده بالوقت الحالي. من ضمن هذه الأسباب، أول شيء تلاشي الأخبار السلبية عالميا ومحليا. نمرة اثنين، ارتفاع أسعار النفط. نمرة ثلاثة، انخفاض الفائدة تقريبا أو القيمة المحمولة للريال وللعملات عالميا دولار. نمرة أربعة، انتقال بعض السيولة من العقار إلى سوق الأسهم. نمرة خمسة، الحالة النفسية تغيرت إجمالا للسوق. نمرة ستة، إحنا في نعم عليك يعني تفضل كمل الفكرة. نمرة ستة، طبعا احنا في موسم توزيع ارباح الان، والكل بينتظر يعني يستلم ارباح سبعة قريبا، حتعلن القوائم المالية للشركات بنهاية الربع الاول. نمرة ثمانية، في بعض المستثمرين عم ياخذوا تسريبات بنكية وعم بزيد شهيتهم لاخذ التسريبات البنكية، وهذه السيولة كمان عم تتدفق للسوق. نمرة تسعة، الاسواق العالمية كلياتها في ارتفاع، وهذه كمان بتحسن الحالة النفسية عالميا. ويمكن آخر سبب هو اليونان أخيرا، في تفاؤل جدا ظاهر من اليونان أنه إن شاء الله الأزمة، طبعا نص ديون اندفع يعني حسمت أو خصمت، والنص الثاني أعيد ترتيبها جدولتها على مدى أبعد، وهذا بيسهل العملية على اليونان أنه تستمر. فهذه كلها خلقت حالة نفسية جيدة للتجار لأنه يدخلوا بالسوق يستثمروا. بس فعليا سوق الأسهم السعودية القائد الأكبر بعتقد في اعتيادي انا، اول شيء اسعار النفط، الحاله النفسيه تغيرت، والاوضاع الجيوسياسيه بالوقت الحالي يعني ما هي مصدر قلق للمتداولين، هذا اللي حمس بعض التجار يرجعوا يفوتوا للسوق استثماريا على المدى البعيد. يعني ذكرت جمله من العوامل يعني وبعضها هي عوامل الى حد ما تحمل بعض المخاطرات خصوصا بعد التسهيلات، يعني يقولون انه رجعنا لنفس السيناريوهات السابقه انه في ناس بدات تتدين ربما لتدخل الى سوق الاسهم. طيب وحتى عندما تخرج السيولة من القطاع العقاري، يعني دائما كان هناك تلازم بين القطاع العقاري وسوق الأسهم، برأيك يعني هل سنشهد نوع من الانتكاسة للقطاع العقاري وسيستفيد منها سوق الأسهم؟ ويعني باعتبار يعني دائما ما يقال أنه كبار المحافظ الاستثمارية هم أيضا كبار العقاريين. نعم، ما في شك انه في سيوله عم تطلع من القطاع العقاري، لكن ما بعتقد القطاع العقاري بيتراجع كثير، يمكن بيوصل ل منطقه يتحرك افقي عن الاسعار، او يمكن يكون في تراجع شوي في القطاع العقاري. لكن قطاع الاسهم ما في شك انه سيوله عم تدخل يعني بقلبه حاليا، مدفوعه بثقه عاليه من قبل المتداولين. لازم ننتبه على بعض الامور اللي قد تشير الى يكون في انعكاس بالسوق. اول شيء الشموع اليابانيه بتعطينا نقاط انعكاسيه، فلازم دمنا نراقبها. ثانيا، احجام التداول من اهم المؤشرات اللي بنطلع عليها. في حال تراجع احجام التداول بينما الاسعار بتاعت الاسهم والقطاعات والسوق اجمالا في ارتفاعات، هذه بيعطي دايفرجنس. هذه نقطه ثانيه من النقاط اللي لازم ننتبه لها. النقطة الثالثة طبعا هي انتقال السيولة بين القطاعات، يعني سيكتور روتيشن، وهذه ممكن السوق ما يفرجي انه عم يصحح فعليا، بس السيولة عم تنتقل من قطاع إلى قطاع آخر، يعني قطاع عم يرتفع قطاع عم ينزل، بيكون في تصحيح داخل السوق. فهذه من ضمن الأمور المهمة اللي نطلع عليها بالوقت الحالي. لكن السوق ما في شك الآن المتوسط المتحرك الموزون ال 20 فوق المتوسط المتحرك الموزون ال 50 وفوق المتوسط المتحرك الموزون ال 200 وكلياتهم تحت المؤشر، وهذا بيعطي ترتيب مناسب انه ما زال السوق في ارتفاع الى اعلى. اول ما يبدا المتوسط المتحرك الموزون ال 20 في الاتجاه افقي او في وضع تنازلي، ساعتها بنبلش نفكر هل يا ترى السوق عم بياخذ مسار تصحيحي او جني ارباح. نعم، طيب يعني وذكرت فيما يتعلق بالقطاع العقاري ودار الاركان يعني تقريبا على راس القائمه فيما يتعلق بالاخبار، توالي الاخبار لهذه الشركه على هذه الشركه، ويعني للاسف انه معظم يصب في الاتجاه السلبي خصوصا مع التصنيفات الائتمانيه المتتاليه بشكل سلبي. يعني كيف تصف هذا الوضع يعني بالنسبه
لدار الأركان، هل برأيك هذه المحفظة العقارية القوية ستؤثر بطبيعة الحال في وضع أسعار الأراضي يعني التي تنتمي لها هذه الشركة، باعتبار أنه حتى القطاع العقاري متأثر يعني سيسجل بعض التراجعات، ونرى أن الشركة ستلجأ إلى بيع الكثير من أراضيها؟ نعم، يعني دار الأركان طبعا يعني مؤخرا بنت، بس ما كان في إقبال كثير على الإجراءات فيها، صار في شوية ضغط بالنسبة لمشروع القصر، لكن الشركة عندها قدرة على تسديد ديونها، هذا من ما يعني فرجت مؤخرا، مع أنه صار في تراجع بالتصنيف الائتماني للشركة وعدم قدرتها يمكن على او الضعف في قدرتها على سداد الديون، لكن ما في شك انه المحفظه العقاريه قويه تبعتها، ومع الوقت بدها تسدد ديونها والتزاماتها الماليه، وان شاء الله نشوف في تغير فيها على المدى المتوسط البعيد. نعم، طيب بشكل عام فيما يتعلق بالبتروكيماويات، هل سنرى يعني هذا الاقبال الكبير ايضا على سهم كيان، هل له من يعني من عوامل اساسيه تدعمه؟ يعني هل برايك انه دخول الشركه في مجال الانتاج هل يعني يدعم هذا التوجه للسهم، وخصوصا يعني بعض المفاجات التي كنا استمعنا اليها فيما يتعلق بنتائج الشركه، المفاجاه كانت سلبيه. كيان ابتدأت بالإنتاج التجاري تقريبا 1 أكتوبر من العام الماضي، ما زالت الشركة عم تبحث على أسواق مناسبة، عم بتحاول تشوف كيف بدها تشتغل بفعالية مرتفعة جدا، فمن الطبيعي أي شركة في بداية عملها ما راح تكون منظمة 100%، عم بتحاول تشوف أفضل أنواع التنظيم داخليا وخارجيا وتقدر تنتج أوبتيمالي أو في أفضل صورة ممكنة. في مؤخرا الشركة عانت شوي من انقطاع التيار الكهربائي وعطل شوي الانتاج مدة اسبوعين، لكن الشركة عادت للانتاج بعد اعلنت، والشركة متجهة باذن الله الى اعلى. طبعا الطاقة الانتاجية لكيان حوالي فوق 5.4 مليون طن سنويا، الشركة بتنتج عدة منتجات، فالان هي بس مسألة تنسيق الخطوط، لانه على ما يبدو اذا اسعار النفط الى اعلى لابد انه اسعار البتروكيماويات كمان تكون الى اعلى، وطالما في اقبال على يعني الصناعه عالميا مع انخفاض التوتر في اليونان وفي امريكا، بنشوف انه حيكون في طلب على البتروكيماويات، وشركه كانت تعمل منيح باذن الله. في عامل واحد كمان يطلع عليه المستثمرين، هو كيفيه دعم اللقيم على المدى البعيد من لشركات البتروكيماويات، وكيف تاثيرها على هالشركات وكم مدى تاثيرها. فالشركات اللي بتنتج كميات كبيره عندها هوامش ربحيه قد تكون ضئيله او قليله، يمكن تتاثر الاكثر في ارتفاع اسعار اللقيم عليها. طيب بشكل عام الى اي حد ستكون سابك مؤثره على وضع هذه الشركات، وخصوصا الشركات التي تنتمي اليها؟ سابك تاثيرها بالمؤشر حوالي 12% تقريبا، بقطاع البتروكيماويات بتشكل حوالي تقريبا 75%، فمن الشركات اللي عندها تاثير عالي بقطاع البتروكيماويات وكمان في المؤشر عامه. الشركه مقررات ربحيتها تقريبا حوالي 10، جذابه جدا للاستثمار فيها، وخاصه كمان باسعار النفط. اذا بنذكر لما اسعار النفط ارتفعت الى مستويات ال 147، سابق كانت ارتفعت مستويات تفوق ال 130 140 دولار ريال، او لما انخفض اسعار النفط تقريبا ل 35 دولار، سابق انخفض تقريبا الى 33 34 تقريبا ريال للسهم، فسابق تمشي الى حد ما مع اسعار النفط، تتاثر درجه عاليه باسعار النفط، يمكن قد يكون مؤشر من المؤشرات اللي بنتبعه لتوقع اتجاه الشركه، هو الاتجاه تبع اسعار النفط عالميا. نعم، اشكرك سيد يوسف قسنطيني على كل هذه المعلومات. اذا